السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم النهارده يوسف صلاح وياسمين ادم وايمان صلاح. وتحدي النهارده واسئله عامه، واللي مش هيجاوب صح هيتضرب. يلا بينا. يلا يا جماعه هنبدا باول سؤال. السؤال لمين؟ السؤال لكم انتوا الاثنين. شيئان لا يمكنهما تناولهما في الفطور. في الفطور؟ بسرعه. البيض عشان ما بحبوش. وانتي؟ واللحمه. غلط. الجواب بتاعهم بقى الغداء والعشاء. ادي واحد. ده اول سؤال. ماشي. تصبح جافه كلما نشفت من هي؟ تصبح جافه كلما نشفت. لا. وانتي؟ المنشفه. المنشفه. ثالث سؤال. سقط هاتف محمد الزكي في كوب كبير من القهوه لكنه لم يتبلبل، لماذا؟ لا في كوب القهوه. لان كوب القهوه صغيرا علي. غلط. ليه؟ ودلوقتي الاجابه هي سقط في كوب مسحوق، عشان سقط مسحوق قهوه. مسحوق قهوه. اسال اسئله تتفهم. ماشي. اذا سقطت البيضه في البحر ماذا يحدث لها؟ البيضه هتتفش. وانت؟ البيضة هيحصل لها ايه؟ سقطت في البحر؟ هتتبلل. شاطرة. هي دي اللي هي دي نفسها. لماذا لماذا يعتبر الخشب من الايتام؟ سقطوا من شجرة. انت ما جاوبتيش. انت ما جاوبتيش. فوازير مضحكة. ماشي. لها ساقين ولكن لا يستطيع المشي، من هو؟ السروال. جدعة. انت ما جاوبتيش ليه؟ ماشي. لماذا يعد القرد من الحيوانات السريعة في الجري؟ عشان رجلي كنت ايه؟ لأنه ليه؟ عشان رجلي سيارة. لا، لأنه يؤمن بالمقولة الشهيرة القرد في عين أم غزالة. لازم تتدربوا. ما لازم يتدربوا كده. لماذا لماذا يعد الحمار الوحشي من الحيوانات القديمة؟ يتجوز ساعة والبتاع بتوجع قوي. ليه؟ عشان أبيض أسود. شاطرة. تعالي هاتلك. ماذا يحدث للاسد عندما يقوم بعض المهرج؟ الاسد لما بيعض المهرج يضحك. لا. ايه؟ ويخر دم. لا هل بس ادرك بيضحك. اذا كان هناك بيت ازرق على يمينك وبيت احمر على يسارك، فاين يكون البيت الابيض؟ اقول لك فين؟ ما تزعلش. ده علم امريكا ده. لا مش ده، انا سالت السؤال. هيكون البيت الابيض في واشنطن. لماذا تخلص سندوتشات البرجر سريعا؟ لا سندوتشات سريعه. اول مره يجو صح يا جماعه، مش هنضرب المره دي. انا شفت السؤال. هناك لاعب لدي وقت فراغ، فما هو؟ ما هو لاعب فراغ بيلعب ليه؟ ايوه لاعب ايه؟ لاعب ايه؟ لا هات رجلي. لاعب كرة القدم. ويا الجمعة، لأن الجمعة يوم أجازة. ما هو الشيء الذي يمكن أن يرانا جميعا ولكن لا يمتلك عيون؟ يرانا جميعا ولكن لا يمتلك عيون؟ خاف من ربك. خاف من ربك. حط رجلك. حط رجلك. المراية يا أخبية. المراية. احنا كلنا بس. ماذا يحدث اذا القيت قبعة بيضاء في البحر الاحمر؟ هتتلون. سيصبح لونها احمر. هاتي رجلك. هاتي رجلك. هتتبل يا اخويا. ده الغباء فيهم. سقطت طوبة من اعلى مبنى لم تنكسر. لم ينكسر الزجاج الذي بالاسفل، لماذا؟ لان الطوبة لم تقع علي. يعني شاطرة. انت ما جاوبتيش. انا فاتح السؤال. هي طوبة وقعت من فوق والزجاج ما اتكسرش. انا لازم افكر تفكير غبي عشان ارد عليك. ما هو الشيء الذي يحملك وتحمله في نفس الوقت؟ يحمل الجاذبيه. غلط. حمي. بس الحذاء. ما هو الشيء الذي ما هو الشيء الذي لا يسير الا بالضرب؟ لا ايه؟ لا يسير الا بالضرب. الحمار. غلط. المسمار. المسمار يا اخويا، المسمار ما بيمشيش غير لما تقعدي تضربي عليه. لا لا لا. ما هي فائدة الأذنين؟ فوائد الأذنين. بتعمل حاجة بقى غير إن أنت بتسمع بيها ولا أنت فعلا ده وظيفة تانية عليا اللي شكلها حلو؟ أن تحمل النظارة وتمنعها من السقوط. لا. أخت خالك
وليست خالتك، فمن هي؟ أمك. ماشي. ما هي الكلمة الوحيدة المكتوبة في جميع القواميس بشكل غير صحيح؟ كلمة مكتوبة في جميع القواميس بشكل غير صحيح؟ الجواب الكلمة. ماشي. متى تتحول لون السماء؟ انت ما جاوبتيش. متى تتحول لون السماء من اللون الازرق الى اللون البازنجاني؟ البازنجاني؟ في عندما تمطر. عندما تكون الدنيا مسقعة. لا لا لا. ما هو الشيء الذي يحب يا طبي هضربك، انا تعبت منك. ما هو الشيء كانت كوسعة قوي. ما هو الشيء الذي يعبر من فوق البحر دون ان يبلد؟ اوعي اوعي البتاعة. اقول لك انا سفينة. غلط. اوعي دي طيارة. ماشي. لماذا القطار من وسائل المواصلات المهمة؟ لأنه سريع. لا، لأنه يوجد تحته خطين. شفتي؟ شفتي؟ لماذا حيوان الخرتيت مشغول دائما؟ عشان خرتيت. نظرا لاسمه خرتيت تيت تيت. شفتي؟ ما جاوبتيش صح. وكده احنا كده بقالنا قد ايه احنا؟ ايه؟ خلاص يا جماعه احنا كده ننهي معاكم فقرات النهارده الاسئله، وباذن الله لو عجبتكم قولوا لنا. ايوه استعجل يا ضرب. باذن الله نكملها بكره. اسئله فبيه. نكملها بكره. لا لا لا. يلا يا جماعه ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتسيبوا لنا كومنت وتقولوا لنا عايزين نعمل ايه في الفيديوهات الجايه. باي باي.